في إطار حملة الكويت إلى جانبكم وبحضور قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية، دشنت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة مشروع توزيع السلة الغذائية في منطقة مريس بمحافظة الضالع. في هذا اليوم المبارك وبرعاية محافظ محافظة الضالع الأستاذ فضل الجعدي، ندشن توزيع 4000 سلة غذائية ضمن المرحلة الثانية من حملة الكويت إلى جانبكم. يأتي توزيع هذه السلة ضمن مجموعة من التدخلات العاجلة الإغاثية العاجلة في عدد من المجالات، في الغذاء، في الإيواء، في التعليم، في الصحة وكذلك المياه. المشروع الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من الحملة استهدف حوالي 4000 أسرة من النازحين وأسر الشهداء والجرحى والمعاقين والمتضررين من الحرب. نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدموه وعلى وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، سواء في محنته الحاضرة أو فيما يقدموه من مساعدات دائمة للشعب اليمني، وبصمات الكويت لا ينكرها إلا جاحد. الكويت إلى جانبكم حملة تشمل عددا من الجوانب الإغاثية، غذاء، إيواء، مياه، تعليم، صحة، هذا بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا لما يقوله المسؤولون. نحن في مريس نستقبل اليوم هذه أكثر من 2000 سلة غذائية مقدمة من الشعب الكويتي وأميرها والأخوة المنسقين لها هنا بالمنطقة بالضالع، ونشكرهم، نشكر أميرها ونشكر شعبها ونشكر من كل من سعى وعاون وتعب من أجل هذا لوصالها، ونشكر كل من رسم البسمة بأبناء مريس من نازحين ومتضررين من الحرب من أبناء المنطقة هذه. وشكرا. لا يسعنا إلا أن نشكر أمير دولة الكويت وشعب الكويت على ما قدموه من مساعدات سابقة ولاحقة. يوما إثر آخر تثبت الكويت حكومة وشعبا حضورها القوي إلى جانب الشعب اليمني في محنته. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.